السلام عليكم، يا اهلا بيكم النهارده في حلقه جديده من احلى اكله. مفيش اكله عندنا النهارده، احنا حد هيطبخ لنا. مين هيطبخ لنا بقى؟ العاده طبعا زي ما حضراتكم عارفين كل يوم اربع مسابقتنا اللطيفه الخفيفه. عندنا النهارده اعز الحبايب، ست حبايب من اولادنا، ربنا يحميهم يا رب، الاهاليهم يا رب ويحمي كل اولادنا. الستة كل واحد فيهم جايب قصه، وكل واحد فيهم جايب طبق، وكل واحد جايب حكايه واعمار غريبه. يعني انا شايفت حد من شويه مثلا هي بتقولي 8 سنين، بس انا شايفها ما تعديش 3. يعني بسم الله ما شاء الله هنشوف في حاجات غريبه جدا، وفي جاي يعمل كبده، وفي اللي جاي يعمل مش عارف ايه، ايه الحكايه، وفي اللي جاي يقلد ناس وبتاع. يعني كل واحد ليه تفكير كده غير الطبخ طبعا. فهنشوف النهارده ان شاء الله بحضراتكم ست نماذج من اولادنا. ثلاثه الاول هيطلعوا ان شاء الله الفصل الجاي مع حضراتكم، كل واحد فيهم يخش يطبخ طبخته، وبعد كده نطلع فاصل نخش بالثلاثه تانيين ونسمع ونفهم. واكيد بحضراتكم طبعا على الهواء مباشره مكالماتنا، وكل حد حابب يخش يشترك لاولاده ويتكلم يعلق يقول اللي هو عايزه، اكيد ان شاء الله هيكون بحضراتكم، ولكن بعد الفاصل. اتفضلوا. يا اهلا بيكم مره تانية مع احلى اكله. كنا بنتكلم النهارده بحضراتكم كالعاده كل يوم اربع عندنا مسابقات، بس عشان اوضح لحضراتكم قبل ما نكمل الحلقه او قبل ما نخش في الموضوع الحلقه، البرنامج في يعني بخلاف الخمس ايام الهوا اللي حضراتكم عارفينهم طبعا، في يوم مسابقه يوم الاربع اللي هو جاي النهارده، هو مش متصنف لحد، لان حد كان بيجيني من كام يوم بيقول لي يعني انت ما بقتش تجيب كبار هما بس الصغيرين. قلت له لا والله يا فندم، وقعدنا نتكلم في قصه طويله. ومره حد تاني قابلني قال لي طب انت بتجيب بس ستات وجيبش كبار وجيبش اطفال؟ خالص والله، هم اربع ايام ولا اكتر ولا اقل، اربع اربعات في الشهر، يعني ما عنديش رابع، يعني ما عنديش حاجه تانية اكتر من كده غير الاربع ايام دول. ففي يوم للاطفال طبعا ما فيش هزار، في يوم تاني لذوي القدرات الخاصه بكل اعمارهم، وفي عندي يوم تاني للابهات والامهات طبعا بينوروني ويشرفوني، وعندي يوم كمان لاخواتنا البنات والولاد وامهاتنا طبعا وابهاتنا اللي بيعملوا مشاريع من خلال مجال المطبخ، بنحاول نديهم فرصه ينورونا، ناكل اكلهم، نشوف صفحاتهم، نتكلم على مشاريعهم وندعم الامور، وكمان نوضح لحضراتكم اللي حابب يعمل ده يعمله ازاي. فالاربع ايام يعني ممكن اخليهم على فكره يعني اكتر، بس انا مش عارف، فهي بس النقطه دي. فمعنى كلامي ان كل اسبوع من الاربعات اللي عندنا في الشهر كل حاجه بيبقى ليها جدول، ده المقصود من كلامي عشان بس ردا على بعض الناس. عشان النهارده عندي هو انا عايز اسالكم سؤال، هو انتوا بتسمعوا كلام مين في الحاجات دي؟ المخرج يقول لكم استخبوا تحت لما يقول لكم كده ولا ايه؟ المخرج انا ليا كلام معاه تاني. طب ما تجيبهم بقى وريهم ولا ايه؟ نجيبهم منين؟ طب ما انت معادهم كده ليه؟ طيب العيال مستخبيه تحت. احب ارحب بضيوفي الاستاذ ياسين. يا اهلا وسهلا، ايه الامر؟ انت مستخبي جنب الحله يابا؟ ها؟ ماشي. والاستاذه اسيل. صح؟ اسيل صح كده ولا غلطان؟ اخبارك ايه يا حلوه؟ كويس يا قمر انت يا منور الدنيا. ايه الالوان الحلوه دي؟ وايه الشعر الكيرلي القمر ده؟ وجاونتي كمان يا ابويا، جايب جاونتي من البيت؟ الله اكبر. والاستاذ تايم. يابا انت كنت مريح شكلك تحت، يعني كده انت ما كنتش مستخبي، صح؟ اخبارك ايه يا استاذ؟ الحمد لله. عاملين ايه يا شباب؟ الحمد لله. اولا انا بشكركم جدا جدا لوجودكم معايا النهارده في البرنامج. انا بشكر حضرتك ان انا معاك حبيبي، وانا مبسوط ان انا مع حضرتك جدا. انا كمان مبسوطه اكتر. انت كمان مبسوطه يا اختي؟ يا حلوه انت يا قمر. طيب هنعمل ايه بقى النهارده؟ انا هعمل شيش. بصوا بقى يا جماعه، عشان بس النهارده ماليش مزاج نهرج، انا صريح، انا ماليش مزاج النهارده اهزر ولا اكسب ولا اخسر ولا هدايا ولا حاجات بتاعت كل اسبوع. انا عايز اطبخ. هتطبخوا معايا كويس ونطلع الشيف اللي جوانا، نعمل اكل كويس ونعلم صحابنا اللي بيتفرجوا علينا دلوقتي اكل حلو، ولا نبوظ الحلقه نقعد نهرج ونقعد نعمل زي كل اسبوع؟ لا هنهرج ونطبخ. لا هنهرج ونطبخ. وانت رايك ايه؟ نطبخ. مش هنهرج شويه كده حتى نقلش اي حاجه؟ وانت رايك ايه؟ نهرج طبعا، لازم نطلع الشيف اللي جوانا. ايوه كده ماشي. طيب ياسو هتعملي لنا اكل ايه؟ اعمل لكم شيش طاووق. السلام يا سلام. هواياتك ايه يا باشا؟ كره القدم. كره القدم، بتحب الكوره؟ بتتفرج ولا بتلعب؟ لا الاثنين. اسيل هواياتك ايه يا قمر؟
نعم. هواياتك ايه؟ ايه الحاجات اللي بتحبي تعمليها؟ اغني وارسم. ايه؟ اغني وارسم. تغني وترقصي، يبقى تغني وترقصي. ارسم ارسم. وترسمي، ماشي خلاص. ما الثين راحت في النص، ما بقتش فاهمها رقص ولا رسم، بس هتمشي، يبقى هتعملي الاثنين. وجايبين لي حبه رسم ليكي برضه، هنشوفهم وهنرقص. اوكي؟ تمام. استاذ تايم. كرة قدم. ايه؟ كرة قدم. كرة قدم. صعبة عليا دي، يعني هنلعبها ازاي بقى كرة قدم هنا؟ في عندي حاجات تانية هتقولها ولا ايه؟ ماشي، قول. قال المعلقين. بتقلد المعلقين الرياضيين. ماشي، وايه تاني؟ والتمثيل وكرة القدم. بتمثل؟ لا، انا مثلت مع الاستاذ هاني سلامة في نصيبي واسمتك. اه، انت مثلت اوريدي قبل كده. برافو، يعني عندك هواية التمثيل. اه، بس ده من وانا صغير. اللي هو من 20 سنة مثلا؟ لا، 20 سنة ايه؟ انا عندي 20 سنة. من انت صغير من امتى يعني؟ من مثلا 5 سنين. 5 سنين؟ ما شاء الله، يبقى كلامك صح. انا اسف، انا قلت يعني السنه اللي فاتت ولا بتاع. لا. طيب يلا نطبخ. واحنا بنطبخ ندردش عشان ما نضيعش وقت الحلقه. جاهزين؟ جاهزين. انت هتعمل شيش طاووق. اه. وحضرتك كفته. كفته كفته ولا نص كفته؟ لا، كفته. اوعى تاكليها وانت بتعمليها. لا، بقول لك اهو. ماشي. وحضرتك تايم استايم؟ كبده اسكندراني ومكرونه بالريد صوص. ده احنا جايين نعمل عزومه بقى. طب يلا استنجد المسابقه واتفضلي. طيب احنا نطبخ بقى ولا هتسيبوا الطبخ وتقعدوا تبصوا لي؟ انتوا تطبخوا وانا هكلمكم وانتوا بتطبخوا، وهاجي جنبكم وهنتكلم في التليفونات ونعمل بس اهم حاجه انا عايز الحلقه تطلع مظبوطه، كل واحد فيكم يعمل الاكل المطلوب منه. شروط المسابقه اللي بقولها كل اسبوع: النظافه، السرعه، الطعم الحلو، طبق يكون شكله حلو ويكون شكله نظيف، ده مهم جدا. واي حاجه استخدمها هشيلها ارجعها الحوض وانضف مكاني. معلقه عندك؟ المعالق قدامك اهي قد كده. ماشي، فاهمني ولا مش فاهمني؟ تمام. في حد عايز ياخد اي فكره، اي معلومه؟ لا. في حد ناقصه حاجه؟ انت يا حلو، انت يا ابو بينك، انت ناقصك حاجه؟ لا. انت ايه وقعك في وسط الولادين دول النهارده؟ هيطبخوا اسرع منك ولا ايه؟ انت رايح فين يا باشا؟ ماشي. انا نفسي اعرف برضو انت ايه فكره النهارده، يعني موضوع الحاجات اللي على الدماغ دي، التوك الكبير ده، انتوا مبسوطين منه؟ اه. انا خايف بس يداري ينزل على وشكم ويداري الحكايه كلها، يعني شكله واسع ولا انا متهيألي. طيب خلينا اقوم اهو، بصه كده سريعه وافهم ايه اللي بيحصل. دي البابريكا صح؟ اوعى تكون الشطه تضيعني. مش عارف. اه، بابريكا. ماشي، كويس ان هو موجود قدامك. بتعمل ايه يا استاذ؟ بعمل شيش طاووق. بعمل التتبيله. تتبيله شيش طاووق. مين اللي علمها لك؟ حضرتك، بتفرج عليك. اوكي، بس ماما اكيد في البيت بتعمل احسن مني ومنك يعني ولا ايه؟ مش عارف. لا، مش عارف ايه، هخلي غيرها لك ماما دلوقتي. مين اللي بيعمل اكل في البيت؟ ماما طبعا. ماما اكلها اخباره ايه؟ لا، حلو جدا. طيب يبقى على طول تقول احلى مني واحلى من اي شيف في الدنيا. شوف، ماما تعمل اي حاجه حلوه طبعا، مفيش حاجه اسمها لا، اي حاجه ماما تعملها حلوه، مش حلوه حلوه. ماشي. لا. اه طيب، وماما بتعمل شيش طاووق في البيت نفس الطريقه دي؟ لا، انا فرحانه. بتعمله ازاي؟ ما بشوفهاش والله. ما بتشوفهاش؟ اه. انت جاي تجرب فيا؟ لا بجد والله، اوعى تضيعني. لا، ما تقلقش. اكيد ان شاء الله. ماشي. ايه النيدع اللي انت حطيتها؟ تعالى بس تعالى. إيه؟ حالف عليها ولا ايه؟ حط يا عم ليمون، خليك كريم عشان ما يدرقش. ما تخافش، انزل جمد قلبك كمان بس كده. يا ما تخافش، شوف دايما يكون ده زيت عادي وده زيت. يا انت عايز تحط ايه؟ احط ده احسن. يلا قول لي بقى، تخش المطبخ مع ماما في البيت ولا لا؟ لا. ليه؟ يعني انت ولا بتخش المطبخ في البيت؟ لا، بس كنت ساعات بقى بقف مع بابا. طب جاي المسابقه دي ليه؟ ما لازم برضو تديني هدف. متابع البرنامج ولا لا؟ اقول لا بالمره. لا. طبعا. لا ولا اه؟ اه طبعا. طب ما انت جاي البرنامج تعمل ايه؟ جاي اجرب معاكم مره. جاي تجرب معانا. طب انت في البيت ما بتعملش اي حاجه خالص؟ في المطبخ؟ لا، بعمل ساعات، بعمل بقف مع ماما في المطبخ. نعمل بيض في الفطار. بتعمل بيض في الفطار مع ماما؟ بعمل سندوتشات ليا انا واختي. اه، برافو. سخن. طمنتني عليك، اروح اشوف اللي بعده واجي لك. ماشي كده. اه، استنى بقى. طب مش شورت يا بيه؟ انا شايف في شورت مستخبي ورا. صح؟ قلبهم. انا هطلع بقى هنا كده. استنى كده. هو دي ما فيش حاجه غيرها؟ ما فيش حاجه غيرها عشان بس. مش معقوله والله. اه والله. لا، يا سلام يا سلام.
ده وقته وقته قوي طبعا. طيب انا كنت جاي لمين؟ انا جاي من حياد الكرت الحلو صاحبي ده. ها مساء الخير. مساء النور. ازيك؟ كويس. تعملي ايه انت؟ كفته. كفته؟ اه اسمها كفته ولا تفته؟ ها مين اللي علمك التفته دي؟ ماما. ماما تعمل كفته كويسه ماما؟ اوي. وانت عندك كام سنه؟ 8. 8 ما شاء الله ما شاء الله. واخبارك ايه في المذاكره؟ كويس. تعمل لي هوم وورك في ميعاده ولا نص النص؟ لا بعمله في ميعاده. يعني بترجعي من المدرسه وتعملي هوم وورك على طول؟ اه. ولا بتلعبي شويه بلبس المدرسه زي ما اسمع وبعد كده بعد خناقتين ثلاثه نعمل الهوم وورك؟ لا بعمل هوم وورك على طول. على طول؟ طب انت من الناس اللي بتتغدي الاول ولا الهوم وورك الاول؟ هوم وورك الاول. برافو. ليه؟ عشان ما بقاش ورايا حاجات كتير يبقى عندي وقت. انا عايز اسمع بقى اصحابنا ناس كتير بتتفرج علينا دلوقتي يرجعوا عايزين ياكلوا ويلعبوا ويناموا وما يعملوش هوم وورك. ازاي؟ قولي لهم انت بقى ازاي. طب لازم يبقى عندنا وقت عشان نعرف نلعب ونعمل كل حاجه. بس بعد ايه؟ بعد ما نعمل هوم وورك. برافو عليك. وبعد ما نخلص حاجتنا ونقلع هدوم المدرسه ونعلقها مكانها ونلبس البيجامه صح ولا لا؟ صح. وبعدين نبدا نعمل هوم وورك وبعد كده نبدا نشوف هنعمل ايه. صح. صح ولا لا؟ صح. طيب انت من الناس اللي بتحب تاكل الخضار والفاكهه ولا نص نص؟ لا بحب الخضار والفاكهه. طب قولي بتحب خضار ايه؟ بالخضار بحب اكل طماطم خيار. اه الجزر بيكسر لي اسناني. بيكسر لك اسنانك؟ خلاص بلاش جزر. وايه كمان؟ ايه تاني؟ طب بتاكل الخضار؟ بحب اكل ليمون. ليمون ايه اللي بتقلع انت عليا؟ طب قولي لي الخضار اللي في الاكل انا قصدي عليه اكتر. ايه بقى انت لما عملت كده حسستيني ان انا بقى ايه؟ يعني بتاكلي بسله وجزر حلوه ام رز ابيض دي؟ بحبها. بتاكلي كوسه حلوه اللي يكون فيها صوص طماطم خفيف مش تقيله؟ بتحبيها؟ بتحبيها ناشفه ولا طريه؟ طريه. ايوه ماشي. مع رز ولا مع ايه بقى؟ مع رز. برافو. تحب تاكلي الملوخيه والسبانخ؟ قوي. جدعه قوي. انت هتاخدي 5 درجات زياده على الحاجات دي. انت عارفه كده ولا لا؟ ماشي. تعملي ايه بقى في الكفته الحلوه دي بقى؟ أعملها. عملتي ايه بقى؟ حطيت جرجير. جرجير. وفلفل اسود. ده جرجير تمام. وفلفل اسود. وملح بس كده. دي كفته بالجرجير بس. انت سيبها لي بس هو حط بصل. وتحطي بصل؟ كفته بالجرجير دي. هل الجرجير هتحطيه في الكفته في الاخر ولا انا مش بغرق اسمه؟ امال ده ايه؟ ده ايه ده؟ مساء الخير. انت مركز قوي شايفك وعميق قوي بس انا جاي لك. ده ايه ده؟ شبهته بقدونس. شبت وبقدونس. شبت وبقدونس. ده ايه ده يا باشا؟ انت بترش ملح على البوتاجاز ولا في الحله؟ انت بتعمل ايه؟ انا جاي لك. اصبر بس. الطباخ اللي انت حاطه فوق دماغك مش نفسه ده. ده ايه ده؟ شبت. شبت؟ ايه شبت؟ لا ده بقدونس. بقدونس. وده ايه ده؟ بقدونس. امال فين الجرجير؟ عروبه قوي انت. كملي على مقاديرك. ها بسم الله الرحمن الرحيم. انا شايف ملح كتير اكتر صح؟ اكتر من اللي جوه بره عشان تاكل ملح. ناكل كده يا باشا. فنور يا اهلا وسهلا بيك. عامل ايه؟ الحمد لله. ايه بقى حكايتك مع الكبده؟ قالوا لي انت صانع الكبده في البيت. صح. تحب الكبده؟ اه. انت منين؟ انا من مصر. ما انا عارف انت من مصر. قصدي من اسكندريه من القاهره من السويس. لا من اسيوط. من اسيوط. احلى ناس الاسيوطه. طيب قول لي بقى بس عايش في القاهره؟ ولا عايش في اسيوط؟ لا عايش في القاهره. بتروح اسيوط ولا بتروحش اسيوط؟ لا بروح في الاعياد. لست وجد ولا؟ لا هو ستي وجد وربنا يحفظهم. يا رب يحفظهم. بس بتروح البلد؟ لازم تروح. لازم دايما تروح مع بابا وماما اي بلد او اي محافظه احنا ساكنين او كنا فيها عشان نشوف اهلنا ونشوف الطبيعه بتاعه القريه اللي احنا كنا طالعين منها صح ولا لا؟ عشان نعرف حاجتنا ما ينفعش ننسى صح؟ في مناسبه في عيد اي كان. طيب مين علمك كده؟ ماما. ماما بتعمل اكل كويس ولا؟ طبعا. لا طبعا. طب بابا بيعمل اكل كويس؟ لا بابا ما بيعملش. في الضايع ها؟ ماليش في الاكل خالص. طيب انت بقالك قد تخش المطبخ؟ لا ماما برضه. برضه انت بقالك قد ايه بتخش المطبخ السؤال؟ بقالي مثلا من زمان مش حاسبها يعني. مش حاسبها. مش حاسبها بس بقالي حبه يعني. امال حاسب التمثيل 5 سنين ومش حاسب المطبخ حتى سنتين؟ نعم يا حلو. فرشه. فرشه؟ افتحي الدرج اللي على ايدك اليمين ده وهات والله فرشه على طول. يعني بابا ماليش في الاكل خالص. لا. وانت طالع لماما. بتعمل لهم اكل انت بقى ولا نص نص؟ لا انا كنت في اجازه الصيف اللي فاتت كنت انا بعمل اكل ساعات لما ماما بتبقى تعبانه. ايه بقى اللي كنت بتعمله في الصيف؟
كنت بعمل مكرونه بالريد صوص دي برضو. الله. كنت بعمل فانيه وساعات كنت بعمل شاورما. بسم الله ما شاء الله عليك. كنت بعمل كبده دي برضو. ربنا يحميك. طب انت عايز ايه لما تكبر؟ لا انا حلمي الاول يعني طبعا ان انا ابقى لاعب كوره. اه. والحلم الثاني ان انا ابقى مهندس ديكور. لاعب كوره ومهندس ديكور والهوايه طبخ. اه. ووقت فراغ تمثل. ده اللي انا قدامي صح كده؟ اه. انت مين فيهم؟ واحد بس منهم، مفيش حد يعمل كل حاجه. الطموح حلو ولكن لازم أن اكون عندي حاجه جوه كده بتاعتي انا بس. اه بحب العب كذا، بحب هوايتي كذا، بس في حته انت من جواك نفسك تبقى مهندس، ضابط، دكتور، ايا كان اللي انت عايزه. انت نفسك تكون ايه؟ لا مهندس ديكور. فاهم؟ مهندس ديكور قبل ما تكون لعيب كوره او شيف او اي حاجه. يعني انت عايز تطلع هندسه. اصل لعيبه الكوره دي بتطلع حظ. بيطلع يعني حظ. مش كل اللي عايز يبقى لاعب كوره بيطلع. مظبوط. فهي الشغلانه الاساسيه اللي انت لازم تركز عليها. برافو. مش كوره. اديك الروشته الحقيقيه. ايه؟ بص بقى، اتعلم كويس، ادرس كويس، ابقى عندي الشهاده بتاعتي اللي انا حبيبها وشاطر فيها بمجموع كويس، وبعد كده اشوف بعد ما خلصت التعليم بتاعي انا عايز ايه. اكمل في التعليم ان انا قعدت فيه سنين وبقى عندي شهاده كبيره فبقى عندي مكتب هندسه او شركه هندسه او ابقى مهندس ديكور او انترنال ديزاين او حسب انت عايز ايه. ده امكانيه. لو انا معايا الناحيه الثانيه بلعب الكوره وبمارس رياضتي بشكل كروي او الحاجات الحلوه للكوره، يبقى انا كده مظبط الامور. فدي ممكن تكون لطيف. ايه رايك في الفكره دي؟ لا. يبقى هركز ان انا عايز ابقى مهندس ومعايا لعيب كوره، صح ولا ايه؟ صح. ونسيبك بقى موضوع الطبخ وايه تاني انت قلت، والتمثيل والحاجات دي. ماشي. بس انت قلت لي انت مثلت قبل كده. ايه بقى مثلت ايه؟ مع استاذ هاني سلامه في نصيبي واسمتك. برافو برافو، نجم كبير استاذ هاني سلامه طبعا. عملت دور حلو. انا طلعت دور اسلام ابنه. اسلام ابنه، ربنا يحميك يا حبيبي. الكبده دي ايه راحه فين؟ ده بقى عند كده. ما حضرتك نسيتني. انا نسيتك. ماشي يا سيدي. وده ايه ده؟ ده البتاع بعد ما سبكتها. صوص طماطم سبكته. برافو عليك ما شاء الله، ربنا يحميك يا حبيبي. لحظه يا ابراهيم، حاضر يا اختي يا حلوه، وانت عمال تكور في الكفته كده يا ابا. ما شاء الله ما شاء الله. ماما مش بتشوفك بالحاجات دي؟ اه. بتشوفك في البيت بتعملي كده؟ انت عايز تطلع ايه يا ابويا لما تكبر؟ اغنيه او رسام. ايه؟ انا سمعت حاجه ثانيه؟ لا ما الحمد لله جت كده. مغنيه؟ او رسامه. ورسامه؟ اه. ماشي. و تغني ايه؟ يعني تحب تغني ايه؟ اغاني كتير. انت حافظه حاجه؟ لو حافظه حاجه هخليكي تغنيها ونطلع من عندها فاصل. ايه رايك في الكلام ده؟ تبقى الكاميرا بتاعتك والمطبخ ده كله بتاعك. ها جاهزه؟ ماشي. ايه بقى حافظه؟ ايه؟ اغنيه اسمها لف الدنيا دور. استنى بس عشان الراجل ده اللي كنت عامل حسابه حصل. ثانيه واحده. يابا احنا 3 دقايق دي هتنزل كده في الاخر. انا حاسس كده من زمان. صح؟ صح. انت كده تمام؟ اه رايق؟ جدا. كمل يا اخوي بدل ما تغطي وقلعه الحظاظه. ايوه كده، احب البروفيشنال اللي انا هرجع لك تاني. انت خلاص الشيش تمام؟ الحمد لله. ليش حاطه على بقدونس ليه؟ عشان يدي يبقى شكله حلو. ماشي همشيها لك، المفروض نعمل كده في النهايه بس همشيها لك. احط بس عشان يخش الفرن على طول. يا باشا اعمل انت عايز تعمله، ما انت شعرك حلو اهو ان شاء الله. طيب قولي لي بقى هتغني لنا ايه واحنا طالعين الفصل ده؟ اغنيه لف الدنيا دور. لف الدنيا دور. دور. طب يلا يا ستي اجهزي واحنا بعد الفاصل معانا كده. بس مش كلها. اي حاجه من عندك حلو يا حلو انت. قولي اللي هتقوليه واحنا كده كده هنقول للمشاهدين دلوقتي بعد اغنيتك. هنطلع فاصل وبعد الفاصل هيكون معانا كمان 3 من صحابنا التانيين. هنطبخ تاني وكده نطلع فاصل وكده نرجع بقى كلنا مع بعض. مي. نشوف مين بقى خسران ومين بقى مبوظ الكبده ومين عامل شيش تاوك حلو. صح ولا لا؟ صح. يلا بينا تغني. كاميرتها فين يا استاذ ابراهيم؟ اللي على شمالها عند الاستاذ مصري. مساء الخير يا استاذ مصري. بس السنيوره دي. يلا انت تمام كده؟ استني موسعلك. يلا يا باشا انت معاك المايك وانت بتطبخ كده ودندن بقى. ماشي؟ ماشي. يلا يا ستي توكل على الله. اتفضلي. يلا الكاميرا معاك. لف الدنيا دور ودور، واللي فين تشوف وصور، سحري ع السنين تصور، كل ده عندنا. برافو برافو، حاجة حلوة. ماشي هنكمل لما نرجع؟ لا مش حافظة الباقي. مين هيغني تاني؟ حدش هيغني تاني؟ لا احنا فينا كده زي الفل قوي. ماشي الكلام. احنا عندنا فاصل صغير جدا، بعد الفاصل
ان شاء الله عندنا الاستاذه لوجاي والاستاذ عمر والاستاذ استاذه ملك، صح كده؟ بعد الفاصل ان شاء الله. اتفضل. مرة تانية مع أحلى أكلة ومع أحلى يا إبراهيم. هتلوم كاميرات تحت. طب ما انتوا حابين كده، ما تشوفوا بيعملوا إيه؟ ده بيلبسوا كلافزات تحت وفي قلق. لوجين اتفضلي. إزيك؟ الحمد لله. أخبارك إيه؟ الحمد لله. كله تمام؟ هنقلع الكلافز ده وهنغيره. ماشي. قولي لي ليه؟ عشان ما ينفعش إن أنا ألبسه. لا، إيه تاني؟ عشان أنت سندتي بيه على الأرض وأنت قايمة. مش هينفع تعملي بيه اكل. فهمت قصدي ايه؟ اخبارك ايه؟ الحمد لله. عندك كام سنه حلوه؟ عندي 10. ما شاء الله عليك. وهتعملي الاكل ايه النهارده؟ بانيه. برافو. وايه هواياتك؟ الرسم. برافو عليكي. عمر، ازيك يا استاذ عمر؟ الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله. عندك كام سنه؟ 10. ما شاء الله. هتعملي اكل ايه النهارده؟ سلطونه بالباستا. ايه يابا؟ سلطونه بالباستا. سلطونه يعني سلطه وتونه ومكرونه. يا حبيبي انت اختصرتها ولا دي اسم حاجه انا ما اعرفهاش جديده عليا؟ طب والله حلوه. سلطونه بالبصل وسلطونه ايه؟ بالبسطة. بالبصل بسطة. بالبسطة بالمكرونه. بجد والله سلطونه بالمكرونه. طب والله اسم حلو قوي. ماشي يا حبيبي. انت قاعد متعذب تحت يا ملك. يا حبيبتي ازيك؟ الحمد لله. اخبارك ايه جميله؟ الحمد لله. اخضر وحاجات حلوه. عامله ايه؟ الحمد لله. اشمعنى انت اللي لابسه وحيده فيهم توك؟ ما لحقوش يلبسوهم هما ولا انت لبست لوحدك ولا ايه؟ هما قالوا البسوها. ايه؟ هما قالوا لي البسيها. طب ما هما كمان لازم يعني. الاستاذ عمر ده بشعره ما شاء الله، وهناكل في الاخر سلطونه بالشعر بتاع عمر، صح؟ وحضرتك ماشي. طب هتعملي لنا ايه يا ملك؟ هعمل حواوشي. حواوشي ما شاء الله. طيب ونرجع بقى، بس الباب ده يتقفل يا جماعه الصوت بعد اذنكم لو تكرمنا. طيب حواوشي لحمه ولا فراخ ولا ايه؟ لحمه. برافو. طيب نبدا. اتفضل. ممكن بولا؟ ايه بقى كل واحد ياخد مكانه بقى. تعالي انت كده لوجين على جنب هنا. ده؟ على عليا كده، انا هاجي اظبط لكم كل حاجه. ممكن بولا؟ بص بقى، تعالي انت كده على جنب كده يمين بس كده. ده مكانك وحضرتك زي ما انت مكانك يا فندم. في بولة؟ في بولة زي دي كده ولا حاجة تانية؟ زيها. يلا خديها بتاعتك. خير. انا خايف من شعرك مش عارف ليه. مربي شعرك كده ليه يا عم انت يا عم؟ يلا اطبخي على طول. اتفضلي. استنجي المسابقة ابراهيم معلش. اتفضلوا. طب يعني زي الفل. امال ايه واقفين ليه؟ يلا. احنا انا عارف احنا مأخرين تليفونات. هناخد تليفونات حالا دلوقتي. نبدا بقى بلوجين. ايه بقى الكلام؟ مين اللي علمك الفراخ البانيه الحلوه دي بقى؟ ماما. طب كويس ماما ولا؟ حلو. بقالك قد ايه بتخش المطبخ مع ماما؟ من عندي 7 سنين. 7 سنين ما شاء الله. وبتعملي حاجات تانية غير البانيه ولا هو بس البانيه؟ مكرونه بالصوص الابيض وحاجات تانية وشيش طاووق. ما شاء الله احنا جامدين يعني. طب انت بره عملت اكل لماما وبابا في البيت مثلا ليهم كلهم؟ انت عندك اخوات ولا لا؟ واحد بس. واحد اسمه ايه؟ يوسف. يوسف ماشي. وانت بتعملي مره مثلا اكل كده في البيت لماما وبابا يوسف ولا ما بتعمليش؟ بعمل لا هو مره واحده. يعني عملتيها مره واحده بس؟ بس مش ايه فكرة. عملت لهم ايه بقى؟ مش فاكره قوي. بس عملت لهم اكل كلهم. عجبهم الاكل ولا؟ نص نص. نص نص. بس دي فكره حلوه انك انت تخش المطبخ تعمل اكل لبابا وماما واخوكي. فدي اكيد فكره حلوه جدا. فاحنا نظبطها مع ماما بقى ونزود الكلام يوم الويك اند بتاعك اجازتك نظبط ده. تمام. ماشي يا استاذ عمر. اسمها ايه؟ سلطونه. ايه يابا؟ سلطونه بالباستا. سلطونه بالباستا. والله عاجبني الاسم. انت اللي عاجبني ما شاء الله عليك. قول لي بقى، انا شايف هنا انك انت عبقري قوي في الكوره وبتلعب كوره. وايه الحكايه بقى؟ هوايتك الكوره؟ تحب الكوره ليه يعني؟ عشان نادي معين؟ عشان الاهلي. عشان الاهلي. تحب نادي الاهلي قوي؟ ايه
قوي قوي وهو بيحبك كمان. يا سلام. طب قول لي بتحب مين من اللعيبه؟ مين نفسك تبقى يعني زيه؟ زي يعني فرقه، بس اللي انا نفسي ابقى زيه في فرقه تانيه. مين؟ نيمار. نيمار. نيمار صح كده؟ برافو عليك. طب قول لي انت بتخش المطبخ ولا لا مع ماما؟ يعني بقى بس بخش ساعات بساعدها في الاكل. بتبوظ الدنيا ولا بتعمل حاجه؟ لا بعمل حلو. بعمل حلو. بتعمل حلو؟ برافو عليك. بساعدها وهي بتعمل. ايه؟ بساعدها وهي بتعمل. برافو عليك. انت قلت لي عندك 10 سنين، انا كنت زيك كده بخش اساعد ماما في المطبخ، بتعرف كده ولا لا؟ والله يعني انا بخش يمكن 7-8 سنين زيك كده ويمكن اصغر منك شويه، اخش بقى اقعد اساعد واقعد اخد من وراها الاكل واكله واشوف بقى بتعمل ايه عشان اعرف. كنت انا ساعات لما بابا بيعمل بطاطس من غير ما هو يبص بحط البطاطس. تسرق البطاطس؟ خدها عادي يا ابني مش لوحدك، عملناها بس عملناها بطرق ثانيه كتير بقى. كفته ماشي بقى وبطاطس ماشي. طب حلو. بابا بيعمل اكل كويس ولا لا؟ بيخش المطبخ هو ولا ماما؟ يعني الاحسن الاكتر بيعمل اكل، اللي اكتر ماما اللي بتعمل اكل اكتر. طب لكن الاثنين حلوين. انت بتحبه اكتر من ايد ماما ولا بابا؟ انا بهدي النفوس. الاثنين. ايه؟ الاثنين. الاثنين دبلوماسي ولا؟ برافو عليك شاطر. طيب مالك؟ نعم. حواوشي ده مين اللي علمه لك؟ حضرتك. انا؟ ايه؟ بس بتفرج على حضرتك عشان اوكي انت نجحتي. برافو عليك. طب قولي لي ايه وصايت؟ ها ابراهيم المخرج بيقول لي وصايت. ها طيب قولي لي بقى، حاسبي في فتله من ايدك اليمين، ايدك اليمين من ناحيتي. ايوه استنى انا هجي لك احسن الاقيها في الاخر في الحواوشي. استني زي ما انت بس يلا واعملي كده كمان وهاتي دي كمان وما توقعيش حاجه حواليكي. بص يا معلم انا اهم حاجه عندي في الشغلانه دي كلها النظافه. يعني احنا هنعمل كل البولات دي كلها وبعد كده هنعمل ايه؟ لا انت بقك حواليه حاجات. انت كنت تاكل ايه؟ مش باكل. لا لا ده شايفه بقه في ايه؟ شايفه؟ هنا شايفه في ايه؟ والكاميرا شايفاك وكل حاجه شايفاك. انت اكلت ايه من الاكل بتاعنا؟ شوف كده يمكن تكون مخبي بطاطس ولا مخبي تونه ولا بتاع. تمام يعني؟ تعمل ايه هنا بقى؟ حلوه ريحه التونه دي حلوه قوي. انا هاكل منها دي. عملتها ازاي؟ حطيت التونه بعد يعني حطيت الخيار والفلفل الاصفر والطماطم اسمها ايه؟ خسه؟ مش خسه. ايه كمان؟ وزيتون. زيتون. انا بغششك اهو. انا ليا لو كسبت ليا حاجه. كمل. اسمعنا. ماشي؟ ماشي. هتديني نصها ولا ماشي؟ ماشي. كسر الدنيا علينا عشان تسمعي. انت هتكسر الدنيا عشان تسمعي بتقول ايه؟ صح ولا لا؟ لا والله. بتعملي انت ايه بقى يا استاذه؟ بانيه. ايه؟ بانيه. بانيه. ايه حكايتك مع البانيه بقى؟ لا بدينا خمسه سياحه كده شويه. خمسه سياحه كده شويه. ايوه كده بس كده. خد طبقك هنا. بس كده. قولي بقى تعملي البانيه ازاي؟ مية بصل وملح وفلفل وبضاية وملح وفلفل والبقسماط. مين اللي علمك الكلام الحلو ده بقى؟ ماما. ما تغشش منها انا شايفة. هتعمل ايه؟ كملي معلش بس انا خفت الاحسن. بس ماما هي بتعلمني ده كله. بتحبي انت الفراخ البانيه؟ بتحبي البانيه بتاع البيت؟ نعم. طبعا. هناك هي المعالق كلها. انت بتحبي البانيه بتاع البيت ولا بتاع الشارع؟ بتاع البيت اكتر. بتاع البيت اكتر ليه بقى؟ عشان بيبقى طعمه حلو وحاجاته نظيفه. برافو عليك. انت من الناس اللي بتحب اكل البيت عامه حلو ولا اكل المطاعم؟ لا البيت. ليه بقى؟ عشان بس نظيف ولا عشان بيبقى عشان مامتك؟ عشان نظيف وماما بتعمله طعمه زي بره. معلش بتقل عليك في السؤال انا اسف. بتحب الخضار والفاكهه ولا لا؟ طبعا. ولا الحلويات اكتر؟ لا الفاكهه. ليه؟ عشان هي بتقوي النظر وكمان بتطول الشعر. متابعه جيده للبرنامج. ها انا بيقولوا لي في ودني انت كلمتيني حوالي 600 مره. كتير. ايه بقى الحكايه في ايه؟ كلمتيني على البرنامج كتير قوي. ليه اشمعنى يعني؟ ايه فكرتك تيجي برنامج المطبخ يعني؟ عشان مش كلهم مره واحده. معلش انا اسف. نص نص. عشان ان انا اكلمك عشان اتعلمت من حضرتك حاجات كتير. يا حبيبه قلبي ولا حابه بس تيجي تعملي اكل اختراعاتك ولا ايه؟ لا لا عشان اتعلمت حاجات فاعرفها للي زي للي زيك. واحنا كمان نتعرف عليكي بقى ونفهم منك ونعرف كل حاجه. طب انت حطيتي ايه في ميه البصل؟ نتعلم منك بقى. انا ما حطيتش غير ملح وفلفل. برافو عليكي فعلا ده الصح.
طيب وبعد كده بنحط الفراخ البانيه؟ لا البيض بعد كده اللبن بعد كده ملح وفلفل. ماشي برافو عليكي. طيب هيخلص بسرعه؟ هتدخلي التلاجة شوية ولا تحمري على طول؟ لا المفروض اتأخر. معلم شاطر وناجح واخد درجات نهائية كمان. بس مفيش ماشي. وقت. ايه؟ مفيش وقت. لا في وقت ان شاء الله. هنحاول ندخلها الفصل ونحمرها على طول. تمام. باشا خلاص خلصت؟ هنغرف الطبق؟ عايز ملح. عايز ملح؟ ما تحطش ملح، أنا مش عايز ملح. نص معلقة. نص معلقة ليه؟ مين اللي قال لك حط نص معلقة؟ يا عم دي سلطة، خليني لما أحب أعوز أنا ملح أحط ملح. عايز زيت زيتون؟ زيت زيتون ماشي. خد بقى عيش حياتك في المطبخ براحتك. ايه السوداني ده بتاع ايه ده؟ انت حاطط فيها سوداني؟ السلطه دي حاطط فيها سوداني؟ ها؟ مين اللي قالك حط فيها سوداني؟ ماما برضه. ماما؟ نسمع كلام ماما النهارده. ماشي. على الحواوشي اللي نصه بره ونص جوه ده. ايه بقى حكايتك انت كمان؟ ها؟ ايه بقى؟ علمت الحواوشي من حضرتك؟ ما هو انتوا بتقتلوني بالكلام ده، مش عارف اسقط حد لما تكوني اتعلمتوا حاجه من حضرتي، ما انا هفتح بقي في ايه؟ ها؟ انت بتتابع البرنامج؟ بتحب البرنامج ده؟ ليه بتحب البرنامج ده ليه بقى؟ انا عامه بحب اتفرج على قنوات اكل. بتحب برامج الطبخ؟ وبرنامجنا بتحبيه؟ وبتحبي تعملي منه اكلات وحاجات كده؟ انت وماما ولا لوحدك انت؟ انا وماما واخواتي. كله بيحب يقعد على البرنامج. حلو. هتعملي حواوشي حلو ولا نص نص؟ لا حلو. النبي جربتي قبل كده ولا لسه اول مره تجربي فيا؟ لا اول مره. انت بتعمل ايه انت؟ انا شايفك بتعمل انت حاجات انا خايف منك. حط ليمون. ايه؟ حط ليمون. نص ليمونه؟ ماشي. انت شكلك فاهم. هات يا سيدي هات. احنا بقى بعد ما بنخلص شغلنا بنعمل ايه؟ نضف. شايف الكلام والنظافه؟ استنى هجيب لك حاجه حلوه. معلش يا جماعه انا اسف في الطويل قوي كده، بس هعمل ايه طيب؟ بص بقى هناخد حبة خل كده عشان نشيل أي زفارة. أوكي؟ أوكي. يلا. أنا أصلا كنت هاخد خل دلوقتي. نعم. أنا أصلا كنت هاخد خل. لا خل تاني. أنت حطيت ليمون، عايز تحط خل تاني؟ وصفة ماما ولا وصفتك دي؟ ماما بس أنا هحط معلقة واحدة بس. ماشي. عشان ما يبقاش أوكي. عشان أنا حطيت ليمون. أفندم حاضر. حطيت معلقة. يلا بينا. أستاذ محمد صباح الفل. ألو. مساء الورد على أحلى شيء. أهلا وسهلا بيك يا فندم، إزي حضرتك؟ الله يخليك يا شيف علاء. اهلا وسهلا بيك يا فندم. اول حاجه انا احب يعني رساله شكر للي خلف واللي ربى حضرتك. ربنا يخليك يا فندم، كلك ذوق. شكرا. تاني حاجه انا حابب اوصل بس رسالتين صغيرين جدا او اعمل هايلايت على حاجتين من خلال البرنامج، بالاحرى من خلال حضرتك مش من خلال البرنامج يعني. اتفضل يا فندم. الانجليز بيقولوا هابي ذيس مان هوز هيز جوب از هيز هوبي، يعني اسعد واحد في الدنيا اللي شغلانته هي هوايته، وانا بشوف ده في حضرتك. تمام. ودي رساله احب اوصلها للشباب كلهم، يعني ان احنا البني ادم يحب الشغلانه بتاعته، مش يبقى شغل روتيني وخلاص. مظبوط مظبوط. وتاني رساله ودي اهم حاجه، تبسمك في وجه اخيك صدقه، وحضرتك ما شاء الله يعني من الناس اللي الواحد بس مجرد ما بيشوفها على الشاشه يعني بيحس ان المكان كله، حتى واحنا قاعدين في المكان مجرد الشاشه بس كده بنحس بطاقه ايجابيه، وفي في يعني في ما شاء الله يعني على راسي. ربنا يخليك انت احلى والله. فانا نفسي بس دول رسالتين يوصلوا للشباب، خصوصا في ظل الازمات اللي احنا عايشينها والضغط اللي احنا عايشينه، حضرتك مثال وقدوه للحاجات دي كلها. والله ده في شباب احسن مني كتير قوي وفي مجالات كتير جدا، ورجاله وشطار، واحنا كمصريين وشبابنا يعني كل واحد في مجاله اشطر من التاني والله. بس يمكن انا بشكرك استاذ محمد. في اي حاجه ثانيه يا فندم؟ بشكرك. يمكن بس اللي بيظهر على الشاشه يعني ممكن يكون دي بيبقى باينه شويه، لكن احنا كشباب مصريين في كل المجالات والله العظيم عندنا رجاله جامده جدا، وعندنا ناس شاطره جدا، وعندهم طاقات كبيره جدا. فبشكرك طبعا على رسالتك، وبشكرك على كلامك كويس، واحنا عندنا برضو زي حضرتك كتير ناس محترمين، ورب دايما نعم علينا يا رب. طيب انا شايفك حطيت ايدك على ايد تانية وخلاص. خلصتي؟ لا انا عاوزه التانية في التلاجة شويه واحنا نحمره. باشا أوكي. ايه بقى انت عمال ترش كتير قوي، انا خايف من الرش ده. بس خلاص كده، ما تحطش ملح زي ما اتفقنا. اوكي خلصت؟ يلا اغرف يلا. وانت كمان يا ملوكه خلصتي؟ طيب انا عندي فاصل الاذان، بس لازم نطلع فاصل على طول، وبعد الفاصل ان شاء الله نواصل. اتفضلوا. We'll be right back.
يا اهلا بيكم مره ثانيه مع احلى اكله ومع احلى ياسين وايسر القمر وتيم ولوجين الجميله وعمر وملك. ايه الحلاوه دي؟ ايه بحضرتك ده انت اللي حلو. انا مبسوط بيكم جدا ما شاء الله. أنا بجد والله مبسوط جدا ان انا طلعت مع حضرتك يا حبيبي. ربنا يحميك يا حبيب قلبي. انا بس مش بحب يعني انت قمر وانا شايف ان التوك ده انت الوحيد اللي مضايقني معاك. يعني هم حتى بيحاولوا في كل الاحوال حتى يثبتوها لك. انا مش مبسوط ان هو مش متظبط. اصل انا احب اليونيفورم يكون متظبط قوي. ده اليونيفورم المدرسه. يا حلو انت يا بتاع المدرسه يا شطور. جابوا لي حاجه. استنى عشان اعرف بقى. ايسل بقى كمان بتعمل حاجات حلوه قوي. عايز اعرف ايه الموضوع بقى. انت حكايتك دي ايسل؟ اه. ايه بقى حكايتك بقى؟ قولي لي بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. ما شاء الله. فروتس انت اللي عامله ده؟ اه. برافو عليك. بتحب الخضار والفاكهه؟ احنا اتفقنا. تعالي جنبي كده امسكي حاجتك. انت اللي عامله ده؟ اه. عشان بتحب الخضار والفاكهه امسك كده وري الكاميرا انت عامله ايه؟ برافو. وفين طبقك؟ اهو. الكفته السقنانه انت تحلف عليهم. ايه ده يا بنتي ده؟ ايه ده يا بنتي ده عامله اربع كفتات؟ احنا صارفين كل المصاريف عشان اربع كفتات. طب مين ياكلهم؟ ده لو واحده وقعت بقى مش هيعرف يدوق. ماشي يا ستي. ماشي. ده ايه انت رسمت ايه؟ دي الفلوس انت رسماها. اه. وده ايه ده؟ لا دي انا ملونها كلهم مثل انا اللي ملونها. برافو عليك. ايه الذوق الجميل ده؟ اتفضلي يا ستي. ايه الحلاوه؟ بحب انسق الالوان قوي. انت اصلا جميله والشعر كده ده مجنني. وده ايه ده؟ الله. انت اللي عاملاها. برافو عليكي. وهنا كمان ايسل. برافو عليك. شايف يا ابراهيم الحلاوه؟ شوف الجمال. شوف الشطاره. ايه الالوان الحلوه دي؟ خدي بالك اصل الالوان والرسومات دي بتعبر عن الشخصيه. فانت لما تكون انت كمان عندك ذوق بيطلع على اللي بتعمليه في ترتيب الوانك وترتيب حاجتك كلها. شايف حاجات حلوه. وانت اللي عامله دي؟ اه. ماشي. الحاجات دي اوعي بقى تضيع منك. هاتي. ولازم بابا وماما يشيلوها لك. لو سامعيننا دلوقتي الحاجات دي بتحط عليها تواريخ وبتتكتب باسم الفنان اللي رسمها. اتفضلي اوعي حد ياخدهم منك. اوعي تنسيهم. لو واحد يقول زي ما هم كده ده عشان دي مهمين جدا. ما بهزرش. هو طبق الكفته معاكي بقى روحي بيه. بهزر بقى. يلا روحي اقفي. انا شايف طبق كبده حلو عاجبني وطبق مكرونه اسمه ايه؟ ايه يابا؟ والنبي انت سكر. وشايف فراخ بانيه. انت اللي عامله فراخ بانيه؟ انت حلوه قوي. وشيش طاووق مين اللي عامله؟ انا. عشان كده شكله ما شاء الله. لا حلو. والتفته دي مين اللي عاملها؟ انت اللي عامله التفته دي؟ يعني انا مش عارف اقول لكم ايه بصراحه. انا يعني في اوقات كده ببقى عايز اخسر ناس. مزاجي رايق ان انا اخسر حد. توقعاتكم كده ممكن مين اللي يخسر ومين اللي يكسب؟ لا الاطباق انتوا شايفينها. لما اظلمش حد ما اعرفش. طب وانت؟ مش هخسر حد. ايه؟ مش هخسر حد. وانت؟ ولا انا هخسر حد. خالص؟ لا مش عارف. انت ايه؟ ما عندكش النية لحد يخسر وتكسب انت؟ لا نفسي كله يكسب. ايه نفسك كله يكسب؟ وانت؟ كلنا. وانت؟ كل واحد قد على اجمل وجه فمش لازم حد يطلع يعني. ما شاء الله. انا حابب الروح دي جدا. حابب التربيه الحلوه دي. ما هو ده مش منهم بس. اللي بنشوفه من اولادنا هو ده اللي بينعكس على تربيتنا كابهات وامهات. التربيه مهمه جدا والتعليم مهم جدا طبعا. ولكن انا قصدي اقول ايه؟ ان تربيه الاب والام دايما ما شاء الله دي النتيجه. تلاقيه سوي نفسيا مع زمايله، مبسوط، يقدر يساعد، يقدر يحب غيره، هو ده المطلوب. وانا مبسوط جدا بيكم جدا ما شاء الله. ربنا يحميكم ويحمي اولادنا يا رب. ونشوفكم كده احلى نماذج في مصر تكسروا الدنيا. كل واحد فيكم يطلع زي ما هو عايز. اللي عايز يطلع دكتور ويطلع مهندس واللي يطلع ظابط واللي يطلع شيف واللي يطلع لعيب كوره. ان شاء الله تطلعوا احلى الناس وتطلعوا كده دايما كده تفرحوا اهاليكم. لانك انتوا اللي جايين. انتوا عارفين يعني ايه جايين ولا مش عارفين؟ اكيد مش جايين المدينه يعني. اكيد لا جايين. لا احنا جايين الناجح اللي جاي. الله اكبر. الله اكبر. ماشي. في حد عايز يقول حاجه؟ نعم. الله يخليك يا حبيبي. يعني ايه متشكر؟ يعني ايه يعني ايه مخرج يكلم مذيع او مقدم برنامج او شيف يقول متشكرين؟ دي معناها ايه؟ انا اسف يعني هقف عند دي. يعني ايه يعني؟ يعني ايه يقول لي متشكرين؟ يعني هو لم يعني؟ يا بيع عيب يا بيع. احنا ناس ما مشكلة انت بتهرج انا عارف. بس انت انا الصراحة عندي بقت مش عارف في ايه مالها. بلاش تعمل كده تاني. ممكن يرضيك كده يقول لي متشكرين؟ عارف يعني ايه متشكرين؟ يعني جمع كله مع بعض. اه اللي هو شكرا الف شكر. يعني ايه؟ انا عايزين امشي. امشي لا امشي. اه اسالهم امشي؟ لا بجد والله؟ لا ولا هو يمشي؟
لا هو يمشي. لا في ثانيه هو ماكش دعوه بيا. لا يا شيف حضرتك تستاهل كده بزياده طبعا. انتوا منورين الدنيا، بحب نهرج بس انا بحب ساعات كده. انتوا عارفين بقى جبر الخواطر ده مهم من طيب في حد فيكم عايز يقول حاجه؟ اتفضلي. الحواوشي. هو فين الحواوشي ده؟ انا نسيته خالص يا حبيبه قلبي. مفيش حافه. انتوا هتيجوا معايا ولا انت عايز ايه مني انت؟ اوبا 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 على الحواوشي اللي شكله مقرمش وما بيهزرش ده. بقى نجيب طبق ونطلع فيه الحواوشي. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. اوبا 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 على طبق الحواوشي اللي انا هاكله. مين اللي عامل حواوشي ده؟ قمر ما شاء الله عليك، ربنا يحميك يا رب. واشوف اللي في بالي لو بيشوفني يعمل زيه كده يا رب. طيب وده في جبنه. احنا نختم الحلقه بقى ونشوف الحكايه دي ماشيه ازاي. مين هياكل معاه حواوشي؟ انا. انت تاكل معاه حواوشي؟ اه. مش ومين هياكل معاه كفته؟ انا. اكيد مش انت بقى عشان هم اربعه، فلو احنا وانت كنا على الكفته محدش هيقرب لها. طب مين هياكل معاه شيش طاووق؟ انا. انت عشان طبعا مع عمنا. ومين يعمل ياكل معايا فراخ بانيه؟ بص احنا نقفل الحلقه ونعمل خديوه. ماشي؟ كل على كل. اه انت عامل باستا حلوه قوي بالكبده. لا باستا سلطونه بالباستا. سلطونه بالباستا دي هتحط في المنيو. خلاص احنا عندنا سلطونه بالباستا بتاعتك انت. وايه تاني؟ حاضر. نختم الحلقه بقى عشان نفتح احنا بقى حكايتنا. نجيب حبه فاكهه نقطعهم ونسقع كانتلوبتين حلوين. مين يحب الكانتلوب؟ انا. انا هسقع كانتلوبتين دلوقتي حلوين. ماشي ونخش على الحكايه دي نشوف حكايتنا ماشيه ازاي ونفرش هنا في بس نقفل الحلقه. ماشي ولا ايه؟ ماشي. ولا بلاش؟ لا بجد والله. لا طب يلا. لا فاكس خلاص. بيقول نعم. عايزين ايه بقى؟ طبعا عليكم. البونبونيات ايه؟ فين بقى بتوع الولاد والبنات فين؟ ها؟ لا عارفين طبعا. استني عشان في اتكلم محدش يسمعك. يمين البنات الصقنانين البنات صح كده؟ انت راضي بالحل ده يابا؟ انا شايفك مش مبسوط. لا عادي بجد والله. طب يلا عشان اديكوا جوايز حلوه عشان تروحوا. يلا البنات الاول يقولي الاول. بنات الاول. عادي يا حلوه امسك هديتك وقف هنا كده على جنب. ايوه وشك للكاميرا عشان الناس تشوفك وانت كسبانه. انت خدت رقم واحد. سقف لها سقفه كبيره جدا. وانت كمان تعالي خدت رقم واحد كمان. سقف لها سقفه كبيره جدا جدا جدا. وقف جنب اختك هنا. وانت كمان يا حلو انت خدت رقم. انا هقعد لك هنا كده عشان اطولك. امسك كده اخوي واقف هنا جنب اخواتك. سقفوا لي سقفه كبيره جدا حلو. ده في ناس ورا الكاميرات بتسقف. انت بقيت نجم ولا ايه؟ ماشي. طيب نعمل ايه بقى؟ هنقف نرجع ورا شويه كده زي ما انتوا زي ما انتوا. ايوه كده 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 بس كده. تعال انت ابو اخضر. ايوه انت تعال واقف بعيد لوحدك ليه؟ تعال يا سيدي احلى هديه. وسقفوا له سقفه كبيره جدا. انا شايف ان كل واحد تعالى اقف هنا جنب اختك. انا شايف كل واحد بياخد هديه التسقيفه بتقل صح؟ اه خدت بالي. مساء الخير. تعالى انت بتاع الباستا الحلوه. اتفضل يا سيدي. مبروك يا سيدي. سقفوا له سقفه حلوه. بص كله اقف جنب اختك جنب اخوك هنا. يلا برافو. تعالى انت اخر عنقود يا حلو. مصحف انت شايف جاي جامد قوي. كورة ايه وبتاع اللي بتحب؟ انت خدها لوحدك وتعالى. تعالى يا ابو تعالى. تعالى انا شايفك بالابيض ده كده واقف كده في مطبخ حلو. صح؟ ولا ايه رايك؟ انت قلت لي عايز تطلع ايه؟ مهندس ديكور. يبقى بقى يا شيف والله هيليق عليك. وخليك فاكر المريله دي وافتكرها كده وبص للكاميرا عشان لما تكبر تجيبها بقى اكبر بقى ومظبط الدنيا. ماشي؟ حبيبي تعالى اقف هنا عشان نقدم بقى الحلقه. في حد محتاج حاجة؟ لا. لا محتاج بس اشكر حضرتك ان انا جيت معاك. يا حبيبي انا اللي بشكرك ان انت نورتني وشرفتوني يا امارات يا حلوين. وانا كمان مبسوطة. وانا مبسوط بيك جدا جدا جدا. واتمنى اشوفكم تاني. ان شاء الله. تحبوا بقى اخر جملة تقولوها للكاميرا دي لاصحابنا اللي بيتفرجوا علينا النهاردة عن التجربة بتاعت اليوم، تحب تقول لهم ايه؟ نحب نقول لهم كل واحد فيكم يقول كلمة، اتفضل. بص للكاميرا، فين الكاميرا؟ اهي دي، قول. بتمنى كلكم تيجي، التجربة حلوة جدا. ماشي وانت يا استاذ؟ هي طبعا تجربة حلوة ان انت تطبخ حتى لو ولد او بنت، بس تجربة حلوة قوي ان انت تطبخ، فانصحهم برضو ان هم يجوا. ماشي وحضرتك يا حلوة. هي تجربة حلوة وهتحس باحساس جميل كده. انا اللي احس باحساس جميل؟ ما انا حاسس باحساس جميل اكتر من كده. ايه تاني ما شاء الله؟ وانت يا قمر؟ حلوة
وهتستمتعوا هنا. ماشي. والقمر الصقنن تجربة جميلة جدا. انت اللي جميلة جدا. وانت يا استاذ؟ تجربة جميلة جدا طبعا. ان انا واقف واحد قدام حضرتك يعني يا حبيبي. يعني كنت بقارن على حضرتك كتير بس ما حدش بيرد عليا. معلش يا هدينا ردينا وجينا اهو يا سيدي وكسبنا وظبطنا الدنيا. ماشي الكلام؟ ماشي. يلا اشوفكم ان شاء الله في وقت ثاني. نختم الحلقة بقى عشان نروح. ماشي. ربنا يحفظ اولادنا ودايما نشوفهم كده في كل حاجة حلوة وكل تعب حضراتكم بيكون بخير ان شاء الله في تربيتهم. وان شاء الله كده ربنا يعوض على كل ابهاتنا وامهاتنا كل الاطفال الحلوه دي بكل حاجه صالحه يا رب. واجعلهم دايما كده صالحين يا رب ويحفظهم لكم دايما يا رب. اشوفكم ان شاء الله في حلقه جديده والسلام عليكم. تمام.